بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات الفرقة الرابعة، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد. بدأنا في البداية في الحديث على أساسيات البحث العلمي. بدأنا نتكلم عن مدخل للبحث العلمي، والنهاردة حابين نقف كده على أهم الأجزاء الموجودة اللي ممكن نشتغل عليها، ونراجع مع بعض تعريفات البحث العلمي اللي احنا تناولناها معا. وبأكد على حضراتكم ان احنا نركز على التعريفات ديت، وهنبدأ نتناقش فيها ونفصلها ونفسرها بشكل واضح ان شاء الله. نيجي نتكلم في الفصل الاول كده على تعريف البحث العلمي. وجدنا ان عبارة البحث العلمي بتتكون من كلمتين اساسيتين، البحث والعلمي. وفي البداية يعني بدأنا نتكلم على تعريف البحث العلمي لغة واصطلاحا، وبدأنا بشكل أساسي نتكلم على البحث العلمي، وقلنا إن البحث لغة طلب الشيء وإثارته وفحصه. لازم في بحث، في تنقيب، في تفتيش، في تتبع، في تحري. بعمل بحث عن شيء، عايز أعرف حقيقة الأمر إيه بالظبط. أما البحث اصطلاحا طلب وتقصي حقيقة من الحقائق. البحث لغة طلب والتفتيش والتتبع والتحري، بينما بحث اصطلاحا طلب وتقصي حقيقة من الحقائق أو أمر من الأمور. ده تنقيب، تفكير، تأمل. كل ده موضع سؤال في الامتحان. أي تعريف في الكتاب معاك هو موضع سؤال في الامتحان بشكل أساسي. إذا أنا بتكلم على البحث لغة طلب الشيء وإثارته وفحصه، أو طلب والتفتيش والتقصي عن حقيقة من الحقائق أو أمر من الأمور. أما البحث اصطلاحا طلب وتقصي حقيقة من الحقائق أو أمر من الأمور. ده عايز بقى تنقيب، تفكير، وتأمل، زي ما احنا وضحنا مع بعض كلمة البحث. أما كلمة العلم أو العلمي بشكل أساسي، العلم لغة واصطلاحا والبحث لغة واصطلاحا محل سؤال في الامتحان، وبنركز على التعريفات زي ما احنا بنقول في البداية. بنركز على البحث اصطلاحا طلب أو تقصي حقيقة من الحقائق أو أمر من الأمور، وده بيتطلب برضو التنقيب والتفكير والتأمل وصولا إلى شيء. ده بشكل أساسي. أما لو جيت اتكلمت على بقى كلمة العلمي أو العلم، العلم لغة إدراك الشيء أو ما هو عليه أو على حقيقته، اليقين أو المعرفة. إذن العلم يقين، مش إن أنا بشتغل بشكل عشوائي كده ارتجالي. يعني هو الإدارة يعني إيه؟ إن علم إدارة بقول إن في وظائف إدارية، تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، لابد ان انا اقوم بيها واحدد الموارد بتاعتي وانظمها واوجه الافراد نحو تحقيق الاهداف واديهم تحفيز، ويكون عندي اتصالات بجانبيها من اعلى لاسفل، من اسفل لاعلى راسيا، وايضا اتصالات افقيه. كل ده علم. فبالتالي يبقى اذا بتكلم ان العلم يعني ايه؟ ادراك للشيء، اعرف حقيقته بالظبط، ادركه ويكون هو يقين ومعرفة. إذا لما يجي لي سؤال في الامتحان صح وغلط، العلم لغة هو اليقين والمعرفة، طبعا هتبقى عبارة صحيحة. العلم لغة هو العلم ضد الجهل، لأنه إدراك كامل، ببدأ أدرك الشيء على طبيعته الحقيقية، مما لا يدع شكا لإن هو ده صحيح ولا لأ. طب لما تيجي نشوف كده حدث، أو إن أنا أقدر أشتغل بشكل عشوائي يمكن أوصل لتحقيق الهدف. بعد ذلك بنتكلم عن العلم اصطلاحا، وقلنا هو النشاط الذي يحصل به الإنسان على قدر كبير من المعرفة. قلنا المعرفة ديت إن أنا يكون عندي بيان أبدأ أحوله إلى معلومة، والمعلومة من خلال الممارسة والتجربة تصبح يعني معرفة، وبالتالي تبقى بالنسبة لي فاكتس أو حقائق طبيعية. ازاي ان انا ابدا اتعامل معها، وبالتالي فهو يشكل جزء اساسي من المعرفه. اذا العلم بشكل اساسي وتطبيق هذا العلم يمثل جزء اساسي من الحقيقه ومن المعرفه، حيث يتضمن الحقائق والمبادئ والقوانين والنظريات
والمعلومات الثابتة والمنسقة بشكل أساسي وغيرها من الطرق والمناهج العلمية الموثوق بها. حاجة نظرية، يعني إيه نظرية؟ يعني أثبت صحتها. فإذا أنا بحاول إن أنا أشتغل طبقا لمعرفة واكتشاف الحقيقة بصورة قاطعة يقينية، يبقى إذا صورة قاطعة يقينية لا تحمل الشك، لا تحمل إن أنا أشتغل بشكل عشوائي أو بشكل ارتجالي وربما أصيب الهدف وربما لا أصيب الهدف أو لا أحققه. إذا تعريف البحث العلمي جهود منظمة بيقوم بيها الإنسان، جهود منظمة. يعني إيه منظمة؟ يعني أنا قمت بجزء من العلم عشان أعرف جزء من الحقيقة، حد تاني اشتغل بعدية وصل لما انتهيت إليه وبدأ يكمل بعديه، وبالتالي هي جهود منظمة ما بتقفش، العلم ما بيقفش، كل يوم فيه جديد. فبالتالي جهود منظمة يقوم بها الباحث أو الإنسان مستخدما الأسلوب العلمي في سعيه لزيادة سيطرته على البيئة، وبالتالي أكتشف كل ما هو مجهول وأبدأ أتعامل مع المجهول وأروضه، وأقدر أكتشف الظواهر الخفية عليا وأقدر أحدد العلاقات العامة بين هذه الظواهر. يا ترى أربط دي إزاي مع دي، والمتغيرات أربطها مع بعضها البعض، وأقدر أحلل الأمور وأوصل لنتيجة مختلفة. طيب عايز أتكلم برضو على إن التعريف الخاص بجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان ده بيوضح لي مجموعة من الحقائق المتعلقة بالبحث العلمي. يمثل البحث العلمي طريقة منظمة أكتر من حد بيقوم بنفس النشاط، بيقف حد عند نقطة معينة، حد آخر بيبدأ يكمل ما بعد هذه النقطة البحثية، وبالتالي بنقدر نزود في حصيلة المعرفة. أيضا البحث العلمي بيركز على علاقات منطقية، ما يجي لي في الامتحان إن البحث العلمي يركز على معتقدات، لا مفيش معتقد، مفيش عشوائية، مفيش ارتجالية. ده سؤال مهم جدا، وقد ان انت تلاقيه في الامتحان، بيركز البحث العلمي على العلاقات المنطقية وليس المعتقدات. يبقى ان انا شايف كده فبالتالي هتبع الاسلوب الفلاني، انا والله احساسي كده بيقول لي ان الطريقة دي افضل فانا بالتالي هتبع هذا الاسلوب، انا شايف ان الكلام ده هيبقى احسن لو انا بدأت اشتغل عليه وابدأ اشتغل عليه واحققه. طبعا ده كله كلام مش هيبقى منطقي ومش علمي بشكل اساسي. اذا يمثل البحث العلمي ويركز على علاقات منطقيه وليس على معتقدات، وده سؤال امتحان. طيب البحث العلمي وسيله وليست غايه، اذا البحث العلمي ما يجيلي في الامتحان غايه في حد ذاته او هدف نهائي نسعى الى تحقيقه، لا انا مش بقوم ببحث كده عشان انا قمت ببحث اطلاق، انا بقوم ببحث زي ما قلت كده في الفصل الثالث ان انا عندي مشكله معينه حابب ان انا اتجاوز تلك المشكله. اذا البحث العلمي وسيله وليست غايه، يجي لي في الامتحان البحث العلمي هدف نهائي او غايه نهائيه نسعى للوصول اليها اطلاقا، هو وسيله يهدف الى اكتشاف اشياء جديده، او يقول لي البحث العلمي يسعى الى اكتشاف اشياء جديده، صح ولا غلط؟ طبعا صح. دراسه مشكله، البحث العلمي ما هو البحث باختصار؟ الناس كلها دلوقتي بدأت تبقى متمكنة في موضوع البحث العلمي، لأن هو فعلا موضوع ممتع والحديث عليه شيق إلى قدر كبير. فإذا البحث العلمي وسيلة وليست غاية، يهدف إلى اكتشاف أشياء جديدة، استخدامات جديدة من خلال ربط المكونات ببعضها البعض، دراسة مشكلة معينة، دراسة ظاهرة معينة، ويمكن نفرق بين الظاهرة وبين المشكلة كما هو موضح في الفصل الثالث. دراسة ظاهرة زي ما قلت معينة، وأقدر أدرس المشكلة من أجل معرفة العوامل التي ساهمت في ظهورها، وقلنا إن الظاهرة بشكل أساسي هي النتيجة، أما المشكلة سبب وحدوث هذه النتيجة. فدراسة ظاهرة معينة من أجل معرفة العوامل التي ساهمت في ظهورها. طيب أنا كده حاسس إن في مشكلة وبدرسها بس كده خلاص، انا شايف ان انت ما تدرس مشكله معينه ده مش انجاز في حد ذاته، تقريبا كلنا نعلم بوجود المشكله. طب ايه الجديد
ببساطة شديدة جدا. الجديد مش المشكلة، الجديد المساهمة في وضع الحلول المناسبة لها على أسس منطقية علمية تقوم على مجموعة من القوانين والحقائق والمبادئ والنظريات واكتشاف الحقيقة بصورة قاطعة يقينية. يعني دي مش حاجة احتمالية قد تحدث وقد لا تحدث، أنا والله شايف كده من وجهة نظري، مفيش حاجة اسمها من وجهة النظر، لا، أنا درست متغيرات وعرفت مشكلة وتوصلت إلى حلول مناسبة على أسس منطقية. كل حاجة هو يقينية هي العلم، كل حاجة قايمة على معتقدات، قايمة على اجتهادات كده، أي كلام من غير دراسة علمية وظهور نتائج وتحليلها والوصول إلى مقترحات لعلاج مشكلة معينة هو كلام ليس علم. ودي إن أنا أدرس العلم واكتشف أشياء جديدة وأدرس مشكلة معينة أو ظاهرة معينة وأعرف إيه هي الأسباب اللي ساهمت في ظهور هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها. مهم جدا إن أنت حضرتك قبل ما تيجي تراجع أي حاجة من الأسئلة الكتير اللي موجودة معانا، إن أنت تبدأ تركز بشكل أساسي على قراءة الجزء الخاص بالفصل، وتبدأ بعد ذلك تستعد للإجابة وليس العكس. لو أنت قريت الجزء الخاص بالفصل هتقدر تجاوب على أي سؤال ممكن، مش هيبقى فيه أي صعوبة إن شاء الله. التفرقة بين العلم والمعرفة مهم جدا إن إحنا نركز على إن التعريف الخاص بالعلم يعني بيختلف على يعني قصة المعرفة، وإن البحث العلمي بيركز على علاقات منطقية وليست معتقدات زي ما قلنا. البحث العلمي وسيلة وليست غاية، ما يجيلي في الامتحان البحث العلمي غاية وليست وسيلة أو غاية نهائية نهدف الوصول إليها، لا، لابد إن أنا أكون بدرس البحث العلمي عشان سبب معين، عشان نتيجة معينة حابب إن أنا أوصل لها، دراسة مشكلة معينة من أجل معرفة العوامل التي ساهمت في ظهورها ووضع الحلول المناسبة لها على أسس منطقية. طيب الفرق بين العلم والمعرفة، الإشارة تمت إلى أن العلم مثابة مجموعة من القواعد التي تشرح بعض الظواهر والعلاقات بينها، ظاهرة يعني في مشكلة معينة أنا شايفها مثلا ضعف الإنتاجية. هنا الظاهرة ضعف الإنتاجية، إيه المشكلة بقى؟ عايز أعرف بقى، هل مفيش تحفيز، مفيش تدريب عشان كده الناس مش عارفة تنتج؟ فإذا إحنا بنتكلم هنا مثابة قاعدة تشرح بعض الظواهر والعلاقات بينها. طب المعرفة، توجد عدة تعريفات لمفهوم المعرفة. المعرفة هي يعني بصورة أساسية زي ما احنا قلنا في البداية وبكرر لما يجي لي سؤال في الامتحان، المعرفة هي العلم، العلم هو المعرفة، لا. طيب المعرفة بشكل أساسي صورة من صور تراكم الخبرات الإنسانية للعلاقة بين الأشياء والموجودات في حياة الإنسان، تتحول إلى حقائق عندما يفهمها الإنسان من خلال الأساليب المختلفة. زي ما قلنا قبل كده، العلم يجي سؤال، العلم هو نقيض الجهل والهوى، دي عبارة صحيحة، يرتبط بصفات الشيء، يتعلق بمجمل الشيء. سؤال مهم في الامتحان، العلم هو نقيض الجهل أو الهوى، أو يجيب لي عبارة، العلم يرتبط بصفات الشيء ويتعلق بمجمله. طبعا ده عبارة صحيحة، لا يفيد بدون صفة ويتحقق بالاكتساب. المعرفة هي نقيض الإنكار والجحود وترتبط بذات الشيء وتتعلق بتفاصيل الشيء وتفيد بدون صفة وتتحقق بالإدراك. مهم جدا إن أنت تقول أن المعرفة أعم وأشمل من العلم. إذن يمكن القول بأن المعرفة أعم وأشمل من العلم بشكل أساسي، بل المعرفة توجد عدة تعريفات لمفهوم المعرفة. المعرفة لا تخرج عن كونها صورة من صور تراكم الخبرات الإنسانية للعلاقات بين الأشياء والموجودات في حياة الإنسان. إذن بشكل أساسي هنا هيبدأ يقول لي في الامتحان، يسألني على عبارات يقول لي فيها هل لا يفيد العلم بدون صفة ويتحقق بالاكتساب، أو يتكلم بشكل أساسي إن المعرفة عام وأشمل من العلم.
دي سؤال برضو مهم جدا. احنا قلنا بشكل اساسي المعرفة اعم واشمل من العلم. بعد ذلك لما نيجي نتكلم على الفرق بين العلم والمعرفة، يجب ان انت تعرف ان يعني المعرفة بترتبط بذات الشيء وتتعلق بتفاصيل الشيء، ولكن العلم يتعلق بمجمل الشيء. ده سؤال مهم جدا، ان نعرف ان العلم يتعلق بمجمل الشيء، ولكن انا بشتغل على المعرفة لازم اعرف تفاصيل الشيء نفسه، وبالتالي المعرفة اعم واشمل من العلم. ده كده على الجانب الأساسي. بعد ذلك بنتكلم على أنواع البحوث العلمية، وعليها أسئلة في الامتحان أيضا. تعال نراجع كده الجزئية الخاصة بالبحوث العلمية. اتكلمنا إن في معايير لتقسيم البحوث العلمية بشكل أساسي. أهم المعايير المفيدة إن إحنا نبدأ ندرس حسب المرحلة الجامعية ودرسناها مع بعض، وحسب الغرض. حسب الغرض إزاي، ويتمثل ده في بناء قاعدة من المعلومات لفهم طرق علاج بعض المشاكل زي ما احنا شايفين التي تواجهها المنظمات، ويطلق عليها البحوث الأساسية. يبقى إيه هو البحث الأساسي؟ وهل البحث الأساسي إيه الهدف منه؟ حل السؤال في الامتحان مهم إن أنا أركز على البحوث الأساسية، وكانت يا ترى كانت بتهدف إلى إيه، أو إيه الهدف الأساسي؟ والغرض هو التعرف على أسباب حل مشكلة معينة يواجهها المدير حاليا، ودي بتعرف بالبحوث التطبيقية العلاجية. طيب، وفي أبحاث تانية زي ما بنتكلم، في أبحاث من حيث المرحلة الجامعية، وتختلف البحوث حسب المدة الزمنية الممنوحة والدرجات العلمية المراد الحصول عليها. اتكلمنا هنا برضو على حتة البحوث التطبيقية، وإزاي إنها بتستخدم لحل مشاكل العمل التي قد يواجهها المدير، زي مثلا انخفاض نسبة المبيعات في إحدى المنتجات. إذن هنا يعني في المثال ده يجب على المدير أن يتعرف على أسباب ذلك، تاخذ القرارات المناسبة لحل المشكلة. انت لابد ان انت تعرف هنا ايه الفرق الاساسي بين البحوث الأساسية والتطبيقية. البحث الاساسي يهدف الى جمع المزيد من المعلومات والمعارف حول موضوع معين. بحث التطبيق يركز على دراسة المشاكل الحالية التي تواجه اي مدير او مؤسسة بهدف ايجاد الحل المناسب. على الرغم من وجود هذا الفرق بين النوعين، إلا أن كلاهما يطبق نفس خطوات البحث العلمي. فإذا بشكل أساسي إيه الفرق بين الاثنين، وبيهدف البحث التطبيقي إلى إيه بالضبط؟ البحث التطبيقي والبحث الأساسي هل هما بيطبقوا نفس الخطوات ولا ما بيطبقوش نفس الخطوات؟ كده دي من الأسئلة المهمة جدا، محل سؤال في الامتحان. إذا أنا بقول لحضرتك على الأسئلة، وبحاول أقول لك إن الفروق والتعريفات دي محل سؤال في الامتحان. فرق بين العلم والمعرفة، ومن أعم وأشمل، فرق بين البحث الأساسي والبحث التطبيقي، وهل هما بيطبقوا نفس خطوات البحث العلمي ولا ما بيطبقوش؟ دي محل سؤال في الامتحان، وده كلام اديني بقول اهو الناس تبدا تاخد بالها من المواضيع. طيب، انواع البحوث في المراحل الجامعيه المختلفه اتكلمنا عنها، وتعالوا نشوف مع بعض البحوث دي بتتكلم عن ايه. في حاجه اسمها البحوث القصيره، يبقى انا بتكلم على حاجه اسمها البحوث الجامعيه، البكالوريوس والليسانس. طبعا في بعض الجامعات قد يكون لديها ليسانس او يطلق عليها مرحله البكالوريوس، مفيش مشكله، لكن دي من البحوث القصيره. يبقى اذا البحث اللي احنا بنتكلم عليه البحث الفصلي، هل هو من البحوث القصيرة ولا مش من البحوث القصيرة؟ بصفة عامة المرحلة الجامعية الأولى البكالوريوس هي بصفة عامة بحوث قصيرة، غرض منها تدريب الطالب على الجامعي على اتباع أصول وقواعد البحث العلمي دون أن يطلب منه اكتشاف الجديد نظرا لقصر المدة الزمنية الممنوحة له. وبالتالي نتكلم على البحث الفصلي.
بحث على مستوى الفصل الدراسي، فسمي بالبحث الفصلي. موضوع الأساسي في هذا المقرر بتاعنا هو البحث الفصلي، إن إحنا كنا في الأول بنهدف إن إحنا نعمل موضوع بحثي اسمه تيرم بيبر كده أو بحث فصلي. بيبقى طبعا زي ما إحنا عارفين البحث الفصلي هو بحث قصير بصفة عامة، يعني موضوعه الأساسي إن إحنا بنشتغل إن إحنا نعمل بحث عن موضوع معين ونحاول نطبق فيه بقدر الإمكان يعني بعض معلومات اللي تم دراستها، بالإضافة لبحث التخرج، وده في المرحلة الأخيرة من الدراسة الجامعية كما هو الحال في كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات. لو جينا اتكلمنا بشكل أساسي كده عن بحوث مرحلة الدراسات العليا وما يشملها من البحث الفصلي، وزي ما قلت كده مستوى الفصل الدراسي الواحد، وده موضوعنا، وبحث التخرج ده بيبقى موجود أكتر في يعني كليات يعني العلمية شوية أو العملية في الهندسة والحاسبات والمعلومات، يعملوا مشروع التخرج معين. يعني ما باجي بتكلم بعد كده على أنواع البحوث، لازلت في مرحلة الجامعة بتكلم على الماجستير والدكتوراه، ودي بقى مش بحوث قصيرة. بيجي لي في الامتحان البحوث القصيرة هي إيه؟ بحوث الفصلية، البحوث الفصلية. أما البحوث الطويلة نسبيا هي الماجستير والدكتوراه، تتم في مرحلة الدراسات العليا ويطلق عليها الرسائل الجامعية. طيب، بحث مرحلة الماجستير بشكل أساسي ضمن استكمال مرحلة الدراسة التمهيدية، يقوم الطالب بإعداد رسالة للحصول على درجة الماجستير في العلوم ماستر أوف ساينس. لابد أن ينتبه الطالب زي ما احنا قلنا لوجود برنامج دراسي آخر وكلمنا عليه باستفاضة في المحاضرات، هو الـ MBA أو ماستر أوف بزنس أدمنستريشن، وده برنامج ببساطة جديدة في مقررات دراسية تتنوع حسب التخصيص. لو أنت عايز تتخصص في فاينانس او في الماركتنج او في المانجمنت اند اورجنايزنج او الاتش ار، وده لا يتطلب اعداد رساله، لازم تبقى انت عارف زي ما قلت لك مفتاحا للامتحان ان انت تعرف الفروق الجوهريه بين كل مسمى والمسمى الاخر. فاذا البحث الفصلي بحث قصير الاجل، البحث اللي هو بنتكلم عليه في مرحله الدراسات العليا بحث طويل نسبيا، في مرحله الماجستير اهو بفرق لك بين درجة ماجستير العلوم ودرجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال. الفرق بين الاثنين إن الماجستير المهني في إدارة الأعمال لا يتطلب إعداد رسالة، لا يتطلب إعداد رسالة. لما يجي في الامتحان درجة ماجستير العلوم لا تتطلب إعداد رسالة، غلط، ولكن الماجستير المهني في إدارة الأعمال لا يتطلب إعداد رسالة. لو دخلت على مرحلة الدكتوراه مسألة محاولة بقى إضافة شيء جديد للعلم، شيء جديد للنظرية، يقوم الطالب بإعداد رسالة للحصول على درجة اسمها دكتور الفلسفة أو إحدى تخصصاتها اللي إحنا قلنا عليهم الأربعة، برضو مكملين زي ما معايا في الماجستير بيكملوا معايا في الدكتوراه، تمويل تسويق إدارة موارد بشرية. ايضا لابد ان ينتبه الطالب الى وجود برنامج دراسي اخر زي ما كان فيه ام بي اي، يخلص برضو الام بي اي يروح داخل في الدي بي اي او درجه الدكتوراه المهنيه في اداره الاعمال، بالاضافه الى المقررات الدراسيه من اجل اعداد الرساله. طيب، بشكل اساسي رسائل الماجستير والدكتوراه زي ما قلت كده محكمه علميا من جانب لجنه المناقشه والفحص، لا تعتبر منشورة ما لم يتم نشرها فعلا من الباحث أو الجامعة التي قدمت لها الرسالة. محل سؤال في الامتحان بقول لك رسالة الماجستير والدكتوراه تعتبر منشورة حتى ما لم يتم نشرها، أو حتى إذا لم يتم نشرها فعلا. لا، هي لا تعتبر منشورة، يعني حضرتك ما تيجي تعمل رسالة ماجستير إن شاء الله هل كده تعتبر منشورة لوحدها؟ لا، لابد ان انا ابدا انشرها في مجله علميه محكمه عشان تعتبر منشوره. اما زي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل كده ان رساله الماجستير والدكتوراه هي برضو محكمه علميه من لجنه الفحص والمناقشه، ولكن انها يعني لا تعتبر منشوره. ابحاث رساله الماجستير والدكتوراه توجد البحوث القصيرة منشورة في مجلات علمية محكمة، وقد يكون نشر هذه الأبحاث طبعا بعد كده في المجلات العلمية المحكمة شرط أساسي لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
أو من جانب طلاب الدراسات العليا حاليا في الوقت الحالي عشان يقدروا يستكملوا منح درجات الماجستير والدكتوراه. يقول لك مثلا عشان تبدأ تناقش درجة الماجستير أو تاخد درجة الماجستير أو الدكتوراه، لابد إن أنت تنشر بحثين علميين محكمين في مجلة علمية تسمى بالجورنال، والبحث اللي أنت بتنشره فيها اسمه بيبر، تنشر بحث علمي ويكون محكم بدرجة أو أخرى. لو جيت اتكلمت على واقع البحث في العالم العربي وبحوث الإدارة، اتكلمت عبارة عن مجموعة جهود منظمة متتابعة بيقوم بها الباحث لدراسة مشكلة إدارية من خلال استخدام الأسلوب العلمي في 4 تخصصات أساسية احنا بندرسهم في الإدارة، من تمويل، تسويق، إدارة ومحاسبة. بنتكلم بشكل أساسي هنا على واقع البحث في العالم العربي، وإحنا كلنا عارفين موضوع واقع البحث في العالم العربي من خلال التقارير الدولية والأبحاث العلمية المنشورة. يمكن رصد مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تعبر عن واقع البحث العلمي في العالم العربي، والتي تتمثل فيما يلي زي ما احنا قلنا في واقع زي ما قلت. ده مش معناه ان احنا مش في الطريق الصحيح، احنا بنحاول ان احنا نقرب من الدول المتقدمة من الشكل اللي بيشتغلوا بيه، لكن احنا لازم نعرف لو احنا معرفناش ان احنا في مشكلة حقيقية لم يتم التقدم او مش هنمشي خطوات الى الامام. وبالتالي احنا عايزين نعرف ايه هي الواقع الاساسي للمشاكل والمعوقات التي تعبر عن واقع البحث في العالم العربي. المشكلات ايه بالظبط؟ تدني نسبة الانفاق على البحث العلمي في الدول العربية مقارنة بالدول المتقدمة. البحث العلمي في بعض الدول العربية بيشوفوه ان هو ترفيه يعني او حاجة إضافية، يعني لا يوجد يعني أهمية ليها، كنا ممكن نصرف على الطعام أو الشراب أفضل، الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومأوى أفضل. وده مشكلة كبيرة جدا، لازم تحس إن البحث العلمي فعلا بيطلعك من مشكلة كبيرة جدا، بيخليك في مصاف الدول المتقدمة. المشاكل أو الحروب الموجودة دلوقتي هي مش حروب يعني مادية أو مالية، هي حروب علمية معلوماتية في المقام الأول، اللي عنده معلومات أكتر هو اللي هيبقى ليه الكلمة العليا. فإذا نسبة الإنفاق أو المشكلة أو المعوق قليلة جدا 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 مقارنة بالدول المتقدمة. تشير إحصاءات أيضا إلى أن أكثر من 50% من الطلاب العرب الذين يدرسون بالخارج لا يعودون إلى أوطانهم. زي ما اتكلمنا قبل كده، دولة بتبدأ تكلف فلوس كتير جدا أو ترصد أموال كتيرة جدا إن الطلاب دي تبدأ تدرس وتعود بالعلم الحديث والمعلومات المتقدمة حتى يتم تطبيقها والاستفادة منها في الدول العربية، ولكن لا يحدث ذلك وبيعجبهم الحال ويقعدوا ويكملوا بقى عمل في الخارج. أكثر من 30% من الكفاءات العربية للأسف تعمل في الغرب، وأكثر من 30 يعني تحتمل إن الرقم أكبر من رقم 30%. تتحمل الحكومات النسبة الأكبر من الإنفاق على البحث العلمي مقارنة بالقطاع الخاص، على عكس الحال في الدول المتقدمة. النسبة الأكبر من الإنفاق في الدول المتقدمة ده بيشتغل بشكل كبير في القطاع الخاص، في مؤسسات البحث العلمي اللي بتبدأ تدي تمويل. لو أنا مثلا هشتغل أروح مثلا أحل مشكلة في قطاع السيارات، أكبر شركة في قطاع السيارات، ممكن أقول لها إن في مشكلة موجودة عندك وأنا بحاول إن أنا أطلع بره أبحث عن حل للمشكلة ديت، وبالتالي هي اللي بتمول البحث وليست الحكومات. بتكلم أيضا على ضعف التعاون بين المراكز البحثية ومنظمات الأعمال. للأسف الشديد المراكز البحثية اللي بتطلع الأبحاث ديت اللي فيها مشاكل وبتحاول تقدم مجموعة من الحلول لتلك المشاكل بتشتغل في ناحية، ومنظمات الأعمال أيضا بتشتغل في ناحية تانية. يعني المفروض الأبحاث اللي بتطلع ديت في الماجستير أو الدكتوراه، يعني إيه بحث علمي تاني؟ إن أنا عندي مشكلة بحثية لابد من التحديد العام الدقيق لهذه المشكلة من خلال مراجعة الدراسات والأبحاث السابقة،
أيضا من خلال مراجعة الكلام دوت وأشوفه في الواقع العملي، وأشوف وأعمل انترفيوز أو مقابلات مع شخصيات، مع مديرين في هذا المكان للوقوف على مدى وجود هذه المشكلة من عدمه. وده شيء مهم جدا، لكن للأسف الشديد زي ما قلت قبل كده دول بيشتغلوا في ناحية بتوع المراكز البحثية ويبدأوا يدرسوا ويشتغلوا ويعملوا مشكلة ويحلوها بعيدا عن المنظمات العمل. ليه؟ لان انا عايز استكمل درجه ماجستير، استكمل درجه دكتوراه، انا عايز اترقى لدرجه علميه اكبر. فالبحث ده بمثابه كده بريدج او كوبري، يعني ان انا انقل فيه لمستوى علمي افضل دون التفاعل مع منظمات الاعمال. نظره المجتمع للمؤسسات والهيئات البحثيه زي ما قلت كده ناس مضيعه للوقت، بياخدوا فلوس ويعملوا بيها حاجات مش ضروريه كنا خدناها وصرفنا على الحاجات الأساسية اللي احنا محتاجينها، كان هيبقى أفضل بكتير من هذا البحث العلمي اللي هو يعني يقول لك ده ما بيعملش حاجة، أو إن احنا عندنا احتياجات أكتر، أو إن احنا في دولة يعني مش متقدمة قوي أو مش مترفهة. والبحث العلمي ده بشكل أساسي ممكن نحصره على الدول المتقدمة اللي عندها بقى كل سبل الترفيه، وبالتالي بالنسبة لهم يمكن يكون يعني احنا بنظر خطأ طبعا يعني، ودي مشاكل ومعوقات، إن احنا دي حاجات كمالية يعني، أو البحث العلمي مش حاجة ضرورية أو أساسية في الوضع الحالي. فإذا يجب على المدير دلوقتي والبحث العلمي نبدأ يعمل إيه؟ هل البحث العلمي ده حبيس الأدراج والمكاتب أو أرفف المكاتب في الجامعات أو في المكتبات فقط؟ ولا يمكن الاستفادة به في الإدارة؟ طبعا يمكن الاستفادة به في الإدارة. يجب على المدير متابعة الظواهر غير العادية في البيئة، بيئة العمل في حاجات كده مش مفروض انها تتم بالشكل المتفق عليه في المنظمة، اللي احنا اتفقنا ان المنظمة مجموعة من الافراد يعملون معا من اجل تحقيق هدف محدد، ومن اجل التعرف على المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة لعلاجها تنبع اهمية البحث العلمي للمدير. طيب الامتحان هيبقى مباشر جدا من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، لابد ان انت تقرا الكلام ده كويس وتبدا بعد كده تشوف الاسئله اللي موجوده وما اكثرها، لكن مهم جدا ان احنا نعرف الموضوع والاسئله تيجي ازاي عليه. المساعده في تحديد وحل المشاكل، تحديد ودراسه العوامل المؤثره على القرار، القدره على تحمل المخاطر بشكل اساسي، اتخاذ القرار المناسب بناء على المنهج العلمي، القدره على تحمل المخاطر المحسوبه في القرارات. طبعا زي ما احنا قلنا هي بس الفكره ان المخاطر في مبدا كده يقول لك هاي ريسك هاي ريتيرن، كل ما زاد الخطر كل ما زادت العائد، وده بشكل اساسي كده مش كلام سليم. يعني هو انا كده هزود الخطر الى ما لا نهايه؟ لا، لابد ان انا ما اجي ازود الخطر يكون بشكل محسوب ويكون في شكل مدروس. ايضا بتكلم على التمييز بين البحوث الجيده والرديئه، التعامل بكفاءه مع البحث العلمي والباحثين، واهتم جدا واديهم مكانه متقدمه. المجتمع اللي بيدي مكانه واهتمام بالغ بالبحث العلمي والباحثين لا شك مجتمع من مصاف الدول وفي تقدم مستمر. مهم جدا النقطة الجاية دي، وهي الدمج بين الخبرة والمعرفة العلمية عند اتخاذ القرارات. يعني مهم جدا لما يجي يتخذ قرارات يكون عندي مدير، يقول لك المدير بيجي ياخد ام بي اي مثلا عشان يصبح مثلا مدير مستشفى، طبيب عايز يبقى مدير مستشفى. احنا قلنا قبل كده ان الاداره لها مجموعه من التعريفات اهمها استخدام الموارد المختلفه من اجل تحقيق الاهداف بكفاءه وفعاليه. واتكلمنا عن المستويات الاداريه، الاداره العليا والوسطى والمباشره، واتكلمنا عن المهارات التي يجب توفرها لدى المديرين، ومن اهمها المهارات العقليه والمهارات الذهنيه، واللي هي بنتكلم عليها المفاهيميه يعني. والمهارات المفاهيميه او الذهنيه او العقليه دي بتبقى موجوده بشكل او باخر عند طبقه الاداره العليا. طيب وتقل كلما اتجهنا اسفل الهرم الاداري. فاذا الناس هناك بقى
عايزين يبداوا يشتغلوا. للاسف ما ينفعش يكون هو طبيب فيشتغل رئيس مجلس اداره في المهارات الفنيه او ان هو بيشتغل بايده وكده. طب عايز ايه؟ عايز مهاره معرفيه يبدا ياخد عندنا بقى في الكليه عندنا الام بي اي ماستر بزنس ادمنستريشن او ماجستير في اداره الاعمال ثم الدي بي اي، ويبقى حاصل على الدكتوراه، ويبقى هنا من حقه بقى ان هو يدير المستشفى. فاذا يكون عنده معرفه علميه، معرفه كونسبشن حاجه ذهنيه فكريه، وايضا عنده خبره وممارسه، ده بيبقى افضل في ممارسه البحث العلمي واتخاذ القرارات بشكل افضل. غالبا ما يضطر المدير خلال حياته العمليه الى التعامل مع الباحثين زي ما قلت لك كده، وقد يكون هؤلاء الباحثون سواء انا قلت من داخل او خارج المنظمه. السؤال هنا في الامتحان بيجي بيقول لي الباحثون في الاداره او في شركه معينه لابد ان هم يكونوا من خارج المنظمه، او لابد ان هم يكونوا من داخل المنظمه، لا هم من داخل ومن الخارج. وعند تعاقد المدير مع فريق من الباحثين او المستشارين عليه ان يتاكد من الجوانب التاليه زي ما احنا قلنا مع بعض: وضوح دور توقعات كل من الاداره وفرق البحث، توضيح قيم وفلسفه المنظمه للباحثين والمستشارين، التاكد من التفاهم الواضح بين فريق الباحثين من ناحيه وفريق الباحثين والعاملين في المنظمه من ناحيه اخرى. يبقى انا ما اجي استقدم أو أجيب حد من الخارج يشتغل في موضوع البحث العلمي ويدرس لي مشكلة معينة، واحد مستشار هيقدم لي نصيحة استشارية معينة، لابد أنا في النصيحة ديت أو في الشخص ده يكون فيه تفاهم كبير جدا. مش هقول مثلا واحد من بره وأنت جاي تعدل علينا جوه، إحنا ماشيين كده طول عمرنا والدنيا ماشية كويس، أنت يعني مش هتيجي تعدل علينا، إحنا بنشتغل طول عمرنا بهذا الموضوع. لا، المهم ان انا احل المشكله. بصفه عامه يمكن القول ان هناك عده بدائل امام المدير عند اختيار فريق الباحثين. قد يكون الفريق من داخل المنظمه زي ما قلت لك اهو، بيجي اختياري فريق الباحثين اللي بيشتغل في المنظمه وبيبحث عن المشاكل وبيحاول يقدم ليها حلول، الف من داخل المنظمه، ب من خارج المنظمه، ج الف وب معا، أو داخل وخارج المنظمة. طيب سؤال مهم، سؤال امتحان، هو أنهي أفضل، داخل ولا الخارج؟ سؤال امتحان مهم جدا. لا يوجد بديل أمثل، لا الداخل أفضل ولا الخارج أفضل، ولكن يجب على المدير دراسة مزايا وعيوب كل بديل ثم اختيار البديل المناسب. تعالوا نشوف كده، لو أنا قلت مزايا الاستعانة بفريق من الباحثين من الداخل: فرصة قبول أكبر من العاملين بالمنظمة، خلاص الناس الموجودين داخل المنظمة دول هياخدوا وقت أقل لفهم هيكل المنظمة وفلسفتها ومناخ العمل ونظم التشغيل بالمنظمة، سهولة استخدام نتائج البحث وتقويم الانحرافات، أنا عارف المشكلة فبالتالي أنا أقدر حد على وصف المشكلة. وقلنا قبل كده في الفصل الثالث إن إحنا كل ما نحدد المشكلة بشكل دقيق كل ما أنا هقدر أوصف العلاج المناسب. طيب الناس اللي هتيجي من بره ممكن يكون الصراحة فكرهم أجود شوية ويشتغلوا في الموضوع الاستشارات ده أكتر بكتير، ولكن بشكل أساسي هياخد وقت كبير لفهم هيكل المنظمة والإدارات مين بالظبط، طب الشغل بيطلع من هنا بيروح على فين من الإدارات، إيه فلسفة المنظمة، هل بنطبق مثلا إدارة الجودة الشاملة توتال كواليتي مانجمنت، كل فرد في المنظمة مسؤول عن الجودة، بنطبق استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بتعمل على نظم التشغيل في المنظمة أنها تكون أسهل وأسرع ومختصرة، بتطبق نظم الانوفيشن أو الابتكار، كل ده هياخد وقت طويل قوي. وبالتالي زي ما قلت قبل كده لو الوقت طال في تحديد المشكلة واكتشاف الانحرافات ده بيسبب تفاقم وتزايد في المشكلة. فإذا سهولة استخدام نتائج البحث وتقويم الانحرافات في التنفيذ تمام، هنا كمان بيكون عندي تكلفة أقل بكتير. الناس اللي هم بيشتغلوا في المنظمة دول ممكن أعمل لهم زي مرتب كده أو مكافأة إن هم اكتشفوا المشكلة وعرفوا ليها حلول. طيب هل كل حاجة، إحنا قلنا مثلا الفريق اللي في الداخل
هو مش افضل ليه؟ لان في مزايا وعيوب. طب في الخارج مش افضل ليه؟ يوجد ايضا مزايا وعيوب. العيوب بقى احتمال التاثر ببيئه المنظمه، وبالتالي يصبحون اسرى الافكار السعيده. اذا كان انا اصلا اللي كنت بشتغل والشغل بتاعي وطريقه العمل بتاعتي هي ادت الى وجود هذه المشكله في الحقيقه. طيب هل انا هبص للكلام اللي انا بتبعه ده ان هو خطا؟ اطلاقا هبدا اطبق نفس الافكار، كل مره اطبق نفس الافكار لان انا مش شايف انها غلط. إمكانية تسرب نتائج البحث أو تحريف أو تعديل بعض الحقائق بسبب مجموعات الضغط داخل المنظمة، ناس بتشتغل تبدأ تقول ده في حاجات بتحصل مش عارف إيه، طب هي البيان ده اللي فيه المشكلة وسبب الغلط، طب ما تيجي نحرف ونعدل في البيان ده عشان ما نبانش إن فيه مشكلة وإحنا السبب فيها. احتمال تقليل شأن الخبراء الداخليين من قبل المديرين، هيقول لك لا انتم مش عارفين حاجه، انتم مش متخصصين، اذا كان انتم اساسا سبب وجود المشكله وانتم كمان متحيزين، وبالتالي ما فيش موضوعيه او دقه في مناقشه المشكلات والتوصل الى حلول من خلالها اقدر ان انا اشتغل واعدل في المشكله الى الاحسن. وبالتالي احنا بنشتغل هنا يعني بعد ما شفنا العيوب ديت، طب ما تيجي بقى نشوف فرق عمل من الباحثين من خارج المنظمة. تعدد وتنوع مجالات الخبرة، طبعا دي من أهم المزايا. الناس ديت جاية واحد مثلا مستشار قانوني، مستشار مالي، مستشار في الضرائب، في التوسعات، حاجات كتير جدا. إذا تعدد وتنوع مجالات الخبرة، توفر معلومات أكبر عن الطرق المتطورة المستخدمة حاليا لحل المشكلات، استفادة هؤلاء الباحثين من فرص تدريب أكبر خصوصا في مكاتب البحوث العالمية. فإذا أنا بتكلم على تعدد وتنوع مجالات الخبرة، توفر معلومات أكبر عن طريق الطرق المتطورة المستخدمة حاليا لحل المشكلات، استفادة هؤلاء الباحثين زي ما قلت من فرص تدريب أكبر خصوصا في مكاتب البحوث العالمية الكبيرة. الناس دي بتشتغل في مكاتب مثلا لدراسات الجدوى للاستشارات، وإن هم يقدروا يقولوا آرائهم في الأشياء اللي بتتعرض ليها المنظمة، وبالتالي تعاملوا مع كيانات كبيرة، مع شركات كبيرة، مع شركات متعددة الجنسيات، فعندهم خبرة كبيرة جدا. طيب انت ليه ما قلتلناش ان النظام اللي هو الاستعانه بفرق من الباحثين من خارج المنظمه هو افضل بقى، ما دام هو عنده بعض المزايا او المزايا الكتيره اللي احنا شايفينها، وهي بشكل اساسي ضد عيوب الباحثين او الاستعانه بفريق من الباحثين من خارج المنظمه؟ اقدر اقول لحضرتك بشكل اساسي ان في مشاكل للاستعانه بفريق من الباحثين من خارج المنظمه. رقم واحد ارتفاع التكلفه، ناس بتيجي بالعمليه كده يقول لك انا عايز في العمليه دي حوالي 300,000 من نظير الاستشاره. زي ما قلت لك كده مش فاهمين قوي ظروف وبيئه العمل، يعني رقم كبير طبعا، يعني في مشكله بسيطه ممكن نحلها، ممكن يقول لك مليون، 2 مليون، 10 مليون، زي ما انت عايز تقول قول. طبعا دراسات الجدوى والمكاتب دي بتاخد وقت طويل والتكاليف بتاعتها بتبقى مرتفعه. بياخد وقت اكبر لفهم ظروف وبيئه المنظمه لمحل الدراسه. عدم الترحاب طبعا من قبل العاملين، انت جاي يعني تعدل عليا وتشوف انا بشتغل ازاي وتقول لي بقى الشغل اللي انت بتشتغله ده كانش صح ولابد ان انت تشتغل بطريقه تانيه، ده طبعا بشكل اساسي بيخلي عدم تعاون. انا اطلب منك كخبير او حد جاي من الخارج ورقه معينه اقول لك مش موجوده، احاول احرف او اعدل فيها بشكل او باخر عشان ابان قصادك ان انا سليم ومفيش اي مشكله، وكان الهدف ان احنا نستفيد من الخبراء دول بشكل او باخر. نتكلم على صعوبات البحث العلمي في مجال اداره الاعمال. هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون تطبيق شامل للمنهج العلمي في العلوم الاجتماعية، خاصة العلوم الإنسانية الخاصة بإدارة الأعمال. أول حاجة التعامل مع الإنسان، طبعا الإنسان بيتصف بعدم ثبات السلوك وعدم التطابق. الإنسان مختلف من وقت إلى آخر، الإنسان دلوقتي بيعمل سلوك، بعد شوية تلاقي إنسان مثلا هادئ الطباع في موقف مرة أثر عليه وبالتالي بقى انفعالي. طب هو انفعالي ولا هادئ؟ أنا ما أعرفش، شفته انفعالي وهو الناس بيقولوا عليه هادئ. فإذا السلوك بيختلف من فرد إلى آخر. الأصعب من كده إن السلوك للإنسان الواحد بيختلف من وقت إلى آخر. عدم التطابق ده ما بيخلينيش أقدر أتعامل.
هل اتعامل مع الانسان بالشكل ده ولا اتعامل معاه بشكل اخر؟ الظواهر في بيئة العمل تتأثر بالعوامل الإنسانية بشكل كبير جدا، احتمال تأثر الباحث بالعواطف والميول الشخصية، حيث أن الباحث جزء من الظاهرة التي يقوم بدراستها، مشاكل تعميم النتائج، حيث أن عينة الدراسة قد لا تمثل أصلا المجتمع بشكل دقيق. طيب احنا بنتكلم أيضا على ان يعني لو جينا نرجع تاني كده حتة جانب الصعوبات العامة، نقدر نقول ان في صعوبات تتعلق بشكل اساسي في تعميم النتائج. هل العينة دي بتمثل المجتمع بشكل دقيق ولا لا تمثل المجتمع بشكل دقيق؟ وبالتالي انا بحب قوي ان انا اقول ان هنا المدير يقدر ان احنا نقوم بنفس التجربة بنفس الدراسة وبنفس البحث على اكتر من عينة دراسة، على اكتر من شركة بتعمل في مجال مختلف. مثلا انا النهاردة شفت قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، شفت بعد كده صناعة الأدوية، بصيت على صناعة السيارات، بصيت على المصانع، كل ده بقوم عليه عشان أقدر أشوف هل يمكن تعميم النتائج والحلول المقترحة للتعامل مع هذه المشكلة ولا لا. فإذا هناك عدة بدائل أمام المدير عند اختيار فريق الباحثين، قد يكون الفريق من داخل المنظمة أو خارج المنظمة أو مزيج من داخل ومن خارج المنظمة. هنبدأ مع حضراتكم نتناول الفصل الثاني، وهو من الفصل يعني أو من الفصول المهمة جدا على أهم الفصول بشكل أساسي، ممكن نتعلم منها حاجات كتير قوي، هي أخلاقيات البحث العلمي. أنا بقول دايما الباحث أو يعني اللي هو الطالب اللي هو بيقدم بحث لازم يكون فيه جدية مصداقية للبحث والمعلومات اللي هو فعلا بيقدمها. لو ما فيش أخلاقيات يبدأ يجمع المعلومات بشكل خاطئ، يبدأ يحللها ويصل لنتائج خاطئة، ممكن يفبرك يعني زي ما بنقول كده قوائم الاستقصاء، والمعلومات تبقى معلومات غير صحيحة. لكن لابد إن هو يتوافر في موضوع الأخلاقيات. موضوع أخلاقيات البحث العلمي بشكل أساسي موضوع يعني بيتكلم فيه من القديم والحديث، محل اهتمام قديما وحديثا، تناولته جميع كتيبات الخاصة بمناهج وطرق البحث العلمي. إلا أن الموضوع ده في الفترة الأخيرة في الحقيقة تزايد يعني لعدة أسباب، أهمها سهولة الاطلاع على أعمال ومجهودات الآخرين. لما يجي لي السؤال في الامتحان هو موضوع أخلاقيات البحث العلمي ده موضوع قديم ولا حديث؟ لا، ده بيتم مناقشته من فترة زمنية طويلة، ولكن خلال الفترة الأخيرة الماضية زاد الاهتمام بيه لاستخدام تكنولوجيا الحديثة أو تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. أيا منا ممكن يدخل على الإنترنت ويكتب في محرك البحث جوجل او غيره من المحركات البحثيه موضوع معين، ويطلع له معلومات كتير جدا، وبالتالي ياخد المعلومات دي وينسبها لي، وده طبعا ساعد على سرقه الابحاث بشكل كبير واستخدام التكنولوجيا الحديثه. في الحقيقه استخدام التكنولوجيا الحديثه يعني زي ما بنقول كده سلاح ذو حدين، ان انا ممكن استفيد منها بشكل كبير جدا في مرحله البحث العلمي والاطلاع على اكبر عدد ممكن من المعلومات ومن المصادر ومن المراجع. اروح كل مكتبات العالم وانا قاعد في مكاني، التكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتخليني أصل بشكل أسرع بشكل مستمر، لا قيود ولا حدود للزمان والمكان، ولكن على النقيض أيضا ليها بعض المشاكل، وهي سرقة الأبحاث أو إن أنا بسرق يعني جهود الآخرين. أهمية الموضوع ده بشكل أساسي إن إحنا عايزين نبدأ نرسخ لدى طالب العلم هو دلوقتي يعني في مرحلة البحث العلمي وفي بداية مرحلة البحث العلمي، وقد يتجه كثير منكم إن شاء الله لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه. وجدنا أنه من المناسب هنا بقى عرض هذا الموضوع الخاص ب يعني أخلاقيات البحث العلمي. يعني لو الباحث زي ما قلت كده
غابت عنه أخلاقيات البحث العلمي هيكون فيه عواقب وكوارث وخيمة، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. طيب، مصطلحات خاصة إيثكس أو الأخلاقيات. يشير مصطلح الأخلاقيات إلى مجموعة من المبادئ والقيم وكذلك الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان، وبناء على ذلك بركز على كتير جدا إن إحنا يكون عندنا أخلاقيات في أي مهنة بتقوم على أخلاقيات أو معايير سلوكية ينبغي أن يلتزم بها صاحب المهنة. عايز أقف هنا وركز على أهمية مراجعة الكلام ده كويس جدا قبل الاطلاع على أي مصادر للأسئلة، سواء بيقدمها وبيبذل فيها جهد زمايلنا المعيدين يعني، أو إن أنت تبدأ تراجع أسئلة. مطلوب إن أنت تبدأ تذاكر الأول المصدر وبعد كده تراجع الأسئلة، مش العكس، إحنا نراجع الأسئلة على طول بدون معرفة المصدر الكلام ده إيه، فبيبقى في فجوات كده في الوسط لابد إن إحنا نسدها الأول قبل ما ندخل على الأسئلة. طيب، بناء على ذلك وزي ما قلنا كده، أي مهنة تعتمد على معايير سلوكية ينبغي أن يلتزم بها صاحب المهنة. صفة عامة يمكن تقسيم أخلاقيات أي مهنة إلى نوعين: أخلاقيات عامة وأخلاقيات خاصة. الأخلاقيات العامة، عامة يعني إيه؟ الأخلاقيات المشتركة بين جميع المهن، كلنا محتاجين أخلاقيات زي الصدق، زي الأمانة، زي الإخلاص، زي حسن المعاملة. أما بالنسبة للأخلاقيات الخاصة، عبارة عن أخلاقيات كل مهنة أو ما يعبر عنه بحاجة اسمها الميثاق الإخلاقي. كل مهنة لها مجموعة من أخلاقيات خاصة بيها لتختلف من مهنة لأخرى، ومهنة البحث العلمي دي إحدى المهن المهمة جدا، وأيضا زيها زي المهن الأخرى اللي ليها يعني قود أخلاقي أو أخلاقيات بحث علمي معينة لابد من الالتزام بها. تتعدد مصادر البحث العلمي والأخلاقيات بتاعته، إزاي إن أنا أخدها، أو مصادر أخلاقيات المهنة: مصدر عقائدي وهو ما تحدده الأديان والمعتقدات فيما يتعلق بالعمل، مصدر التربوي وهو يمثل قيم الفرد ومعلوماته ونزهته والتي تشكلت عبر الزمن، في مصدر مهني عبارة عن الوثائق الصادرة عن الهيئات المهنية، نقابات معينة، نقابة تجاريين، نقابة الأطباء، الصحفيين، المحامين، وبالتالي تحدد الالتزامات الأخلاقية للممارسة المهنة، وبالتالي لازم يكون في صدق، نزاهة، أمانة، حزم، انضباط، حسن تصرف في المواقف الطارئة، واحترام قيم المجتمع. أما المصدر القانوني هو عبارة عن القواعد والنظم والسياسات الإدارية الصادرة عن المنظمة، ويلتزم بها جميع العاملين بالمنظمة، حيث تحدد المطلوب القيام به، كيفية أداء المطلوب ده، بالإضافة إلى المسؤوليات والواجبات الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها جميع العاملين. دي مصادر الأخلاقيات: العقائدي، التربوي، المهني، القانوني. من الواجب مراعاة السلوك الأخلاقي في جميع خطوات البحث زي ما احنا قلنا، وهناك العديد من الدوريات الإدارية ده بيوضح إيه؟ إن في أهمية كبيرة، فبالتالي ممكن إن أنا أترقى وأحصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير عشان أنا بس بحثت في السلوك الأخلاقي، ده بيوضح لي أهمية السلوك الأخلاقي. فإذا في مجال بحوث الإدارة، الأخلاق هي إيه؟ الالتزام بالمعايير الأخلاقية عند إجراء البحوث، سواء معايير عامة أو معايير خاصة بمهنة معينة زي مهنة البحث العلمي. إيه ده؟ البحث العلمي ومهنة، مهنة بيمارسها الكثير، وتطبق المعايير على المنظمة وعلى أعضاء فريق البحث وعلى الباحث نفسه وعلى من يزود أو يعطي الباحثين أو يقدم للباحثين البيانات. مهم جدا زي ما قلت لك، لو إحنا بنتخذ قرار معين بنتخذ القرار ده بناء على المعلومات المتوفرة. طب أنا لو ما عنديش معلومات متوفرة هتخذ قرار خاطئ، لابد المعلومات تكون حديثة، لابد المعلومات تكون عايز أقول كاملة، مهمة، تكاملية، إن أنا تديني رؤية واضحة للصورة اللي أنا عايز أتخذ بشأنها أو باستضافها القرارات دي. وبالتالي
مهم جدا اللي بيزود الباحثين بالبيانات، يدهني بيانات سليمه عشان اقدر احدد المشكله بشكل صحيح واقدر اتخذ القرارات الخاصه بالتعامل مع تلك المشكله. فاذا من الواجب مراعاه السلوك الاخلاقي في جميع خطوات البحث، وهناك العديد زي ما قلت من الدوريات زي جورنال بزنس اسكس، وبنتكلم في البزنس اسكس بشكل اساسي في مجال اخلاقيات الاعمال والبحث العلمي من اهميته. تم يعني تشكيل دوريه بحث زي ما قلت كده، بناخد من خلالها نشر ابحاث في الاخلاقيات، تاخد من خلالها ماجستير ودكتوراه وتترقى وتبقى استاذ. طيب اخلاقيات البحث العلمي، تعد اخلاقيات البحث العلمي زي ما قلنا قبل كده بشكل أساسي أحد مباحث علم الأخلاق، وهناك تعريفات بشأن مصطلح أخلاقيات البحث العلمي. أخلاقيات البحث العلمي لو أنا جيت قلت يعني إيه؟ إحياء المسل الأخلاقية للبحث العلمي، كيف في مسل أخلاقية أنا ما أخدش أي بيان خاطئ وأشتغل عليه وأبني عليه مشكلة وهمية وأبدأ أحل في مشكلة وهمية أصلاً مش هتساعد البحث ولا الباحثين سواء في المراحل المختلفة لطلب العلم أو في مراحل إعداد البحث نفسه، هدف حفظ مكانة العلم وكيان البحث والعلماء. بشكل أساسي كده عايزين نركز على أن الباحث عليه أن هو يراعي القيم والاعتبارات الأخلاقية في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي. هناك مراحل لابد من الوقوف عندها لتذكير الباحث بمجموعة من القيم الأخلاقية، ومن أهم هذه المراحل مرحلة استخدام تكنولوجيا المعلومات، وده اللي هنشوفه مع بعض. إذا احنا بنتكلم بشكل أساسي كده على مشكلات أخلاقية في مجال البحث العلمي، وساهم التطور السريع في الاتصالات بتكنولوجيا المعلومات في توفير كم هائل من البيانات والمعلومات والأبحاث. وإحنا قلنا التكنولوجيا هنا سلاح ذو حدين، لابد إن احنا نحسن استخدامه. أصبحت متاحة دلوقتي المعلومات أمام الجميع بسهولة ويسر بمجرد الضغط على لوحة المفاتيح لجهاز الحاسب الآلي أو غيره من الأجهزة الحديثة. فقد واكب هذا التطور الهائل انتشار ظاهرة سلبية تمثل حالات السرقة العلمية، أو ما يعبر عنه البعض بالانتحال اللي احنا قلنا عليه بالجاريزم. ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة، ظاهرة السرقة دي مش جديدة، موجودة من زمان جدا. ظاهرة الأخلاقيات مش جديدة، موجودة من زمان جدا، بس زادت قوي 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 في العقود الأخيرة دي أو في الفترات الزمنية الأخيرة نتيجة تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في احتيال للانتحال لبعض المعلومات وإن أنا أنسبها لي. أسباب قيام الباحث بالسرقة، استكمال متطلبات البحث والدرجات الأكاديمية، عايز ياخد البحث في خلال سنة نقصه سنة والرسالة بتاعته تتلغي أو تتشطب، فبسرعة عايزين نخلص ونعمل أي بيانات وخلاص. انخفاض مستوى التعليم وخبرة الباحث، طيب هو مش فاهم أصلاً إن دي سرقة ولا حاجة، إن ده عادي جداً إن أنا أبدأ أتكلم عنها وابدأ أقول الأفكار بتاعتي زي ما أنا عايز، وإن أنا أخد من أي حد من غير ما أذكر المصدر ده مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. فانخفاض مستوى تعليم وخبرة الباحث، الاحتياج طبعاً الأدبي والمالي، محتاج جداً إنه يترقى عشان يقدر ياخد درجة علمية أحسن وياخد يعني مركز مالي أفضل من الأول. وجدير بالذكر أن هناك العديد من البرامج التي أو الجاهزة والتي يمكن أن تساعد في الكشف على عمليات الانتحال دي، زي ما التكنولوجيا برضو عايز أقول لحضرتك سهل أن احنا نحتال ونسرق معلومات موجودة عند غيرنا، ولكن التكنولوجيا أيضا ساعدتني بشكل أساسي أن أنا أقدر أخذ يعني معرفة هل فعلا في تم سرقة معلومات ولا لم يتم سرقة المعلومات، والباحث هو اللي اشتغل عليها بنفسه. فإذا التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات زي ما هو ساعدني أو ساعد بعض الناس عن جهل أو عن قصد إن هم يسرقوا ويحتالوا سرقة علمية واحتيال علمي، إلا أنها برضو التكنولوجيا نفسها عملت بعض البرامج لمنع السرقة العلمية أو الانتحال، صورة النقل غير القانوني لأعمال الآخرين، انتهاك لحقوق التأليف والنشر، أي حد ياخد أي كتاب ويصوره ويطبعه ويشتغل عليه عادي جدا ويعرف بحقوق الملكية الفكرية. وقوع الباحث في صورة أو في مثل هذه الصور يمثل يعني مشكلة كبيرة، يعني عايز أقول لك إنها عدم أمانة علمية من الواجب أن يتحلى بها الباحث.
طيب تناولت العديد من الدراسات الأسباب، والأسباب دي محل سؤال في الامتحان، هو ليه الناس بتسرق؟ استكمال متطلبات البحث، انخفاض مستوى التعليم، احتياج مالي طبعا وأدبي. العديد من البرامج زي ما قلت كده جاهزة، والتي يمكن أن تساعد في كشف عمليات الانتحال في البحوث والرسائل العلمية، والتأكد زي ما أنا بقوله من أصالة هذه الأبحاث. يبقى إذن البرامج ديت كمان زي ما هي التكنولوجيا، يعني عايز أقول إنها من خلالها ممكن أستخدم وأوصل لكثير من البحوث العلمية وأنسبها ليا، لا، في برامج زي الترنت إن ظهر سنة 96 يضم هذا البرنامج قاعدة ضخمة من البيانات يتم تحديثها بشكل مستمر، وبالتالي مفيد جدا بشكل كبير في فحص الأعمال المقدمة من خلال الطلاب ومن خلال الباحثين والماجستير والدكتوراه، والتأكد من أن الطالب لم يقم بعمليات السرقة على أعمال الآخرين، ما قدرش يسطو على أعمالهم أو يسرقها أو ينسبها لي، أو نسخ بحوث أو نسخ بحوث منشورة على مواقع الإنترنت. هناك عدة طرق يمكن أن تفيد الباحث في تجنب الوقوع في عملية امتحان. يعني ببساطة جديدة، أن أنت بدل ما تاخد الجملة أو الباراجراف ده زي ما هو تاخده كوبي بيست كده، لا، تبدأ تغير فيه صياغة في الأفكار والعبارات بصورة تعبر عن شخصية الباحث. الاقتباس بمعنى النقل الحرفي بين أقواس أو علامات، فأنت بتقول إن أنت خدتها من مين كده، لا تعد إنها سرقة. الاستشهاد من خلال ذكر المرجع في متن البحث، فإذا أنت لو ذكرت المرجع ده لا يعد سرقة، ولكن يعد إن أنا بستخدم هذا الموضوع عشان أقدر أبني عليه، فبالتالي لا، ده مش بحث مسروق. احنا زي ما احنا قلنا ان البحث العلمي بيقوم على مجموعه من، يعني ان العلم بيقوم على مجموعه من الخطوات، والخطوات دي مش واحد بس اشتغل عليها، ولكن اكتر من واحد اشتغل عليها، وبالتالي مش هيبقى فيها اي مشكله ان انا استعين باراء الاخرين، بس انا اذكر ان تم الاستعانه باراء الاخرين، وده شيء مهم جدا لان انا ابدا اشتغل على هذه المعلومه. طيب تعالوا نتكلم بقى هنا ازاي ان احنا نتصرف، وازاي ان احنا نشتغل بشكل اساسي كده في اخلاقيات الباحث العلمي. مجموعه من السمات المختلفه والخصائص المختلفه التي يجب ان يتحلى بها طالب العلم مهما كانت المرحله، سواء ان انت في بحث فصلي مثلا هتتخرج دلوقتي وتشتغل بامانه عشان تطلع تكون باحث في مرحله الماجستير والدكتوراه، عندك امانه علميه ايضا. العديد من المراجع العلمية وكتب البحث العلمي قديما وحديثا، زي ما قلت الأخلاقيات مش حاجة حديثة ولا حاجة، الكلام عنها من زمان جدا بنتكلم عنها، ولكن زادت في الآونة الأخيرة الاهتمام بها نتيجة العمليات السرقة نتيجة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. واحد، البعد عن الانفعال، حيث أن الشخصية الانفعالية تجعل الباحث مردودا يعني سلبيا، لأنها تعوق تصاعد التفكير. حدة الانفعال وان انت تبقى قلقان وعندك بانيك كده ورعب، مشكلة كبيرة جدا، ما بتخلكش تفكر بشكل منتظم ومنهجي، وما بتخلكش تصل لنتيجة جيدة. الانصاف والموضوعية، على الباحث ان يكون منصفا غير متحيز في بحثه، بينقل الآراء بشكل موضوعي، مش لازم ان انا اتحيز لفكرة على حساب فكرة، ولكن انقل الحقيقة. أهلية البحث العلمي، يجيب لي في الامتحان حتة أهلية البحث العلمي، يقصد بها إيه أهلية البحث العلمي؟ عدم إقحام الباحث نفسه في بحث لأي علم من العلوم دون أن يكون لديه الخبرة. يعني لما أخشش أنا أدرس حاجة في مجال الهندسة وأنا راجل بتاع إدارة أعمال، لما أخشش أدرس حاجة مثلا في الصيدلة، في العلاج الطبيعي، في العلوم، في الزراعة، في أي حاجة، لازم أكون ليا خبرة ودراية بهذا. خبرة يعني إيه؟ ممارسة لهذا العمل. فإذا أهليته إن الباحث لا يقحم نفسه في بحث لأي علم من العلوم دون أن تكون لديه الخبرة والدراية بذلك. التواضع العلمي، حيث أن التكبر في الحياة العلمية آفة الباحثين ونهايتهم، لذا يجب على الباحث أن يتصف بشخصية علمية متواضعة، ويتقبل نقد الآخرين بصدر رحب، ويبدأ يعني يزود من نفسه ويشوف مواطن الضعف ويحاول يتغلب عليها. لو الباحث كل ما بيتعلم كل ما بيزداد جهلا، وبيعرف أنه هو فيك حاجات كتير جدا ناقصاه، لابد أنه هو يشتغل على نفسه ويحاول يطور في قدراته ومهاراته.
بعد ذلك احترام الملكية الفكرية لدى الآخرين من مظاهر الأمانة العلمية، فلا ينسب الباحث ما لغيره لنفسه، بل عليه أن يبين صاحب ذلك الرأي. النقد الهادف يقصد بذلك أعمال النقد الهادف في كتاب البحث العلمي، فلا يتحول الباحث إلى ناقد فقط، لازم يكون هدف معين. أنا لما باجي بنقد مشكلة مثلا أقول والله في ناس في الدراسات السابقة ركزوا على حاجة بسيطة وأنا هركز على حاجة أوسع شوية، أنا مش بعمل كده إن أنا بتجاوز في حق غيري، غير إن أنا عايز أبني على ما سبقوني وأبدأ أكون رأي سديد أو رأي جديد. عدم التأثر بالأشخاص والأفكار على الباحث، زي ما قلت أن يتعامل مع الفكرة دون النظر إلى تأثيرها أو شعبيتها، كان يندفع لتأييد رأي أو فكرة لمجرد أن فلان قد أيدها أو نطق بها. واحد لقى رئيس مجلس الإدارة مثلا بيقول حاجة كلنا نقول نفس الكلام، لقينا مش عارف مدير بيقول حاجة كلنا مع نفس الحاجة، طب الراجل ده عكس الحاجة كلنا مع عكس الحاجة، ده مش كلام سليم. يعني الدقة في نقل آراء الآخرين، عدم التسرع والتروي في نقل آراء الآخرين له مردود، يعني عايز اتكلم فيه ان هو في سلبي جدا ان احنا ننقل راي الاخرين في عدم دقه، ننقل راي الاخرين في تسرع، ما بداش اقول للراجل ده وانت كنت تقصد ايه بالكلام بتاعك وضح لي اكتر، لازم يكون متروي بتهدى كده بتسمع الناس بتقول ايه وتفهم بيقولوا ايه بالظبط عشان تقدر تبني على كلامهم افكار اعلى. الصدق ده شيء مهم جدا، ان هو الباحث يبني بحثه على الصدق قولا وعملا، وان تكون نتائج بحثه منقوله بصدق، وان يكون امينا فيما ينقله، ده شيء مهم جدا. سعه العلم، لازم الباحث زي ما قلت لك كده لو خد اي نقد من اي حد ما يملش ولا يكل، ان هو يبني في نفسه يتسع ثقافته، كل مره بيبدا يبني بحثه بيبقى فيه مشكله ويبدا يطور في البحث بتاعه ويغطي المشكله بتاعته، وان يعمل جاهدا لانتفاع الاخرين بعلمه. الصبر، البحث على يعني ده البحث بشكل اساسي عن اي حاجه ومتغير معين او مشكله معينه، ده من المصاعب والمشاق، وعلى الباحث ان يتحلى بالصبر وسعه الصدر. طب الباحث اللي ما عندوش صبر هيروح يالف بقى ويكتب اي كلام وخلاص، وبالتالي مش هيقدر يقدم بحث علمي محترم. يعني السلامه بشكل اساسي، لا يعرض الباحث نفسه لخطر نفسي او جسدي او اخلاقي، كما علي ان يحافظ على سلامه المستهدفين في بحثه، وده بيظهر بشكل اساسي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في مجال الطب، وان انا بحاول اجبر حد ان هو ياخد عقار معين او حاجه معينه وعايز اشوف اثاره ده ايه، حتى لو هو ده الكلام ده لو هو مش مختبر اثاره قبل كده. لكن انا في مرحله البحث لابد ان انا افهم الراجل ده ايه المشاكل، ايه هي الاعراض الجانبيه المنتظر حدوثها، عشان يكون هو على بين ان هو يختار او ما يختارش، ما يكبرش. طيب الخبره، يجب ان يكون العمل الذي يكون به الباحث مناسبا لخبرته وتدريبه، ولا اكثر من تدريبه ولا اكثر من امكانياته، ان هو عشان يقدر فعلا يتوصل الى نتائج يمكن تطبيقها. سريه المعلومات بتسمى بالبرايفسي، الخصوصيه، يقصد بها حمايه هويه المستهدفين او هويه المستهدفين للبحث في كل الاوقات. انا ما بتعاملش مع اشخاص وعايز اعرف بقى الشخص ده مثلا متجوز ولا متطلق ولا عنده كام زوجه ولا مش متجوز، ده كل ده يعني الكلام ده ما يهمنيش اطلاقا، انا بدرس ظاهره معينه بس، ماليش دعوه ان انا اتطرق لهويه الناس وبياخدوا قد ايه وبيشتغلوا بقالهم قد ايه وعندهم بيت ولا ما عندهمش، واولادهم في مستشفى خاصه ولا حكوميه، ولا في جامعه خاصه ولا حكوميه، في مدرسه خاصه ولا حكوميه، فلا لا يعمل على كشف هويتهم او الكشف عن اسرارهم لدى الاخرين. مهم جدا كمان ان انا ادرس حته الموافقه، من يحصل الباحث على موافقه من ان يود العمل معهم خلال فتره بحثهم واخبارهم بذلك. سؤال في الامتحان يجي لي في حته الموافقه دي، يقول لي الموافقه ان انا اخد موافقه الناس اللي انا بشتغل معاهم في البحث، مش خلال فتره البحث بقى، بعد اجراء البحث، يعني انا خلاص خدت المعلومات وبعد كده اقول لهم خلاص بقى كده انت موافق انشر المعلومات دي ولا لا، يقول لي لا خلاص ما انا خدتها كده كده، لكن انا اثناء فتره البحث اقول له انت موافق تشتغل معايا ان احنا نستخدم المعلومات دي ولا لا، تستخدم في اطار في سريه بقدر كبير وهكذا. حته الانسحاب
على الباحث أن يدرك أن المستهدفين بالبحث غالبا منهم متطوعين، يعني لدراسة معينة لهم الحق في الانسحاب متى شاءوا ذلك. يعني في يجي في وقت معين يقول والله أنا مش عايز أكمل البحث ده، أنا اكتفيت لحد كده، خلاص من حقه إن هو ينسحب وما يكملش هذا البحث. التسجيل الرقمي على الباحث أيضا إن هو لا يقوم بالتقاط أي صور أو تسجيل أصوات أو تسجيل فيديو دون موافقة المستهدفين. تاني، أن تكون الموافقة قبل المشروع في البحث وليس بعد، يعني بعد ما خلصت وسجلت وكل حاجة. على فكرة أنا كنت بسجل، لا ده كلام مش منطقي، لأنه لو قال لي لا يعني هعمل إيه، يعني أنا خلاص سجلت. التغذية العكسية أو الرجعية على الباحث أو الفيدباك، يعني يعطي المستهدفين بالبحث فكرة عن بحثه ويبين لهم الهدف منه، وكذلك يستفيدوا أيضا من نتائجه. طيب، بشكل أساسي على سبيل المثال تقوم مؤسسات البحوث وشركات الأدوية بعمل تجارب مثلا في الدول الفقيرة ما عندهمش علاج أصلا، بالتالي إن أنا ممكن أشوف الدواء ده هينفع ولا لأ، لو نفع نفع، ما نفعش هم أصلا ما عندهمش يعني مبلغ من المال إن هم يقدروا يتعالجوا، العلاج أسعاره مرتفعة، وفي حالة نجاح التجارب لا يستفيد للأسف مرضى الدول الفقيرة من العلاج بسبب ارتفاع أسعاره. حتة الأمل المزيف أخيرا على الباحث أن يكون صادقا مع المستهدفين بالبحث، فلا يتوسع في إعطائهم الأمل أثناء البحث. أنت لو تعاونت معايا المشكلة دي هتتحل بسهولة وهيتغير الأمور للأحسن ولصالحك أوي، بشكل أساسي هنكون شغالين وبنقدم يعني نتائج مهولة، البحث بتاعي ده هيحل لك كل المشاكل، فأنت لازم تتعاون معايا. مع مراعاة شعور الآخرين، ده مهم جدا لأنهم أكثر عرضة للشعور بالانهزامية والاستسلام بسبب كبر السن أو المرض أو الاحتياج. ما استغلش مرض حد، احتياج حد، كبر سن حد، أو عدم القدرة إن هو مش فاهم أصلا هو بيحصل فيه إيه، إن أنا بقى إيه أشتغل عليه بقى وآخد منه معلومات، دي أخلاقيات غير سوية. عدم استغلال المواقف، برضو على الباحث ألا يستغل المواقف لصالح بحثه، حيث يحرف أو يفسر مقولة المستهدفين بالبحث محاولا وصولا إلى نتائج تخدم بحثه. الراجل بيقول لي نتيجة وأنا عايز أعرفها نتيجة تانية، فحرف الكلام بدل ما أقول مثلا لا، لا أشيل كلمة لا، لن أشيل كلمة لن، لم أشيل كلمة لم، نفي أحوله إثبات، الإثبات أحوله نفي زي ما أنا عايز. استفادة المستهدفين من البحث، يجب أن يقدم الباحث نتائج للبحث للمستهدفين مقابل خدماتهم في التبرع لإجراء البحوث عليهم كمستهدفين. أيضا الحفاظ على البيئة، هناك أمور يجب على الباحث مراعاتها إذا كان بحثه يستلزم إجراء تجارب على البيئة، وخاصة يعني النباتات، إن أنا ما أجيش مثلا أشوف نبات أحاول يعني أعمل تجارب عليه وبالتالي أقتل نباتات كتير أو أقتل حيوانات كتير، حيث يجب على الباحث أن يتعامل مع البيئة برفق، ودي حاجة اسمها الاستدامة والمحافظة على حق الأجيال القادمة أنها تعيش حياة سوية وحياة سليمة. طيب، الوقوف على الاتجاهات العلمية للباحث، تشير أخلاقيات البحث العلمي إلى إحياء المثل الأخلاقية للبحث العلمي لدى كافة الباحثين، سواء في مراحل مختلفة لطلب العلم أو في مراحل إعداد البحث نفسه، ذلك بهدف حفظ مكانة العلم وكيان البحث. يجب على الباحث شو بقى مراعاة يعني الأخلاقيات اللي إحنا هنتكلم عليها في كل مرحلة من مراحل إعداد البحث العلمي. طب تعالوا نتكلم عليها كده بشكل أساسي ونشوف ايه هي المراحل ديت وبتتكلم عن ايه. هنتكلم في الاول خالص عن مرحلة استخدام تقنية المعلومات. مرحلة استخدام تقنية المعلومات، ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تيسير عملية اتخاذ القرارات في مجالات البحث العلمي المتعددة، وهنا لابد من مراعاة الجوانب الآتية: حماية الخصوصية من خلال الموازنة بين الحاجة إلى المعلومات وحقوق الأطراف الأخرى من المشاركين، المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم استخدامها لتحقيق أهداف غير مشروعة، التأكد من سلامة وجودة المعلومات، التأكد من توافر الثقة والأمانة لدى العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات لأنهم دول اللي بيمدوني بالمعلومات. المراحل الأولية للبحث، من الواجب هنا اختار الأطراف المشاركة في البحث من البداية بالدراسة التي سوف يتم إجراؤها، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من الضروري في هذه المراحل تزويدهم بالأسباب الحقيقية. ليه؟ حتى لا يتسبب ذلك في إيجاد نوع من التحيز أو الحرج عند الإجابة على الأسئلة التي قد توجه
إلى يوم. طيب، لابد من مراعاة التأكيد على محافظة على سرية أي إجابات يتم جمعها، تجنب الحصول على المعلومات بطرق مخادعة بأي تكلفة. بتكلم أيضا على مرحلة تصميم تجارب البحث، وهنا بعض الممارسات غير الأخلاقية من أخطر مراحل البحث التي كنت تنتهك فيها القيم والمبادئ الأخلاقية. إذن مرحلة تصميم تجارب البحث يجي لي في الامتحان هي أخطر أنواع أو مراحل البحث التي قد تنتهك فيها القيم والمبادئ. اسمها إيه في الثلاثة؟ مرحلة تصميم تجارب البحث. طيب، ليه هي أخطر مرحلة؟ بعض الممارسات غير الأخلاقية التي يجب التحذير منها والابتعاد عنها تماما، ومن صور هذه الممارسات الضغط على الأفراد للمشاركة في التجارب العلمية، الخداع من خلال إخفاء غرض البحث الحقيقي، أنا عايز حاجة وأنا بقول لك حاجة تانية خالص، تعريض المشاركين لضغوط جسمانية أو عقلية، عدم السماح للمشاركين زي ما قلت قبل كده بالانسحاب من البحث، شيء غير أخلاقي، تعريض المشاركين لأخطار أو بيئة غير آمنة. طيب، جدير بالذكر هنا أن كثير من الجامعات تشكل لجنة يطلق عليها لجنة حماية المشاركين من التجارب في البشر أو الإتجار في البشر. هدفها الأساسي حماية الأشخاص المشاركين في أي نوع من أنواع البحوث، وفي بعض الأحيان قد تتطلب ذلك أو هذه اللجنة إجراء بعض التعديلات على مشروع البحث. مشروع البحث ده مش نافع، ده بينتهك حرية الآخرين، بيسبب لهم في مشاكل جسمانية، عدم تسمح لهم بالانسحاب، وأصريت عليهم هم يكملوا البحث مقابل مبلغ من المال أو غيره من واخد منهم بعض البيانات المهمة، وبتهددهم إن أنت هتبدأ تنشرها في حالة عدم إتمام البحث. وفي بعض الأحيان قد تطلب هذه اللجنة إجراء بعض التعديلات على مشروع البحث أو القيام بإعطاء المشاركين في البحث معلومات كاملة عن البحث وإجراءه وأهدافه. مرحلة جمع بيانات البحث، من الواجب مراعاة عدد من القضايا الأخلاقية أثناء جمع البيانات، وهذه القضايا ذات صلة بالمسؤولين عن البحوث، وبمن يقومون بجمع البيانات، وبمن يقدمون البيانات. ومن أهم هذه القضايا المحافظة على سرية وخصوصية البيانات التي تم جمعها. لا يجوز شرح طبيعة الدراسة بطريقة تتسم بالخداع أو التعمية زي ما احنا بنقول، أو عدم الدقة. لا ينبغي جمع معلومات شخصية إلا إذا كان ضروري جدا، لذلك مش دعوة بالشخصية الشخص إلا إذا كان الموضوع ده ضروري جدا. ضروري جدا يعني أنا عايز أعرف مثلا مستوى التعليم بتاع الشخص ده والإبداع والابتكار في حياته عامل إزاي، عايز أعرف حاجات كتير، مثلا عمل المرأة مثلا هل ده بيخليها تشتغل لساعات طويلة وفي أعمال صعبة ولا لأ. طب هي هل هي متزوجة ولا المتزوجة دي ميبقاش عندها وقت. في حاجات كتير جدا في التربية وفي الأدب ممكن يكون ده شغلهم الأساسي. يعني عدم تنازل الباحث عن احترامه لذاته في سبيل الحصول على البيانات، طبعا لا يجب إجبار أي فرد على الإجابة على أسئلة البحث. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسيء الباحث في شرح البيانات أو تشويهها عند تقديم تقرير عن البيانات التي تم جمعها. بيحترم جدا آراء الناس اللي اشتغل معاهم وجمع من خلالهم البيانات. خصائص البحث العلمي، طبعا نظرا أن البحث العلمي عبارة عن عملية ذات خطوات منتظمة تسعى وراء الحقيقة من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لمشكلة علمية أو عملية، فإنه لابد من توافر مجموعة من الخصائص التي تساهم في الوصول إلى هذا الهدف. تعالوا نتكلم عن الخصائص دي. أول حاجة خالص بنتكلم عن الهدف لازم يكون، أو البحث العلمي خصائصه إن هو هادف. ما ينفعش إن أنا أقوم ببحث ليس له هدف. يهدف هذا البحث مثلا نقول كده في البحث إلى معرفة الأسباب الأساسية الحقيقية التي أدت إلى تراجع المبيعات في المنظمة، أو القوة، يعني البحث يكون قوي. يعني إيه؟ أثناء إجراءه والدقة والوضوح والأمانة، وجود أساس نظري قوي متين قايم عليه على نظريات علمية تتبنى موضوع البحث. إمكانية الاختبار، تشير إلى إمكانية اختبار صحة الفروض للتأكد من دعم البيانات التي تم جمعها.
بنتكلم على إمكانية التكرار، وافتراض أن المدير قد توصل في بحثه إلى أن مشاركة العاملين مثلا في اتخاذ القرار تعد أحد العوامل المهمة في تحسين التزامهم بأهداف المنظمة وسياساتها، ولو افترضنا أن مدير آخر قام بنفس الدراسة، مدير تاني قام بنفس الدراسة توصل لنفس النتائج، ده بيعني إيه؟ بيعني زيادة الثقة في نتائج البحث، إمكانية تكرارها عدة منظمات مختلفة والحصول على نفس النتائج. ده يعني ايه؟ ان قابليته البحث ده قابليه قابل للتكرار، وتعتبر قابليه التكرار دي من احد خصائص البحث العلمي. الموضوعيه والدقه والثقه، بنتكلم عن الدقه الاول حاجه، مدى اقتراب النتائج التي توصل اليها الباحث من الحقيقه بناء على البيانات التي تم جمعها. اما الثقه، احتمال ان تكون تقديراتنا صحيحه، لا يكفي تتمتع بحسنها بالدقه، بل يجب أن تكون أو نكون قادرين على قول أن نتيجنا سليمة مثلا في حدود 95%، فهي نسبة خطأ 5%، أو أنها سليمة 90% فهي نسبة خطأ مثلا 10%، ولكن نسبة الخطأ متعارف عليها 5% سواء بالزيادة أو بالنقص. فإذا نسبة الخطأ أو نسبة البحوث الاجتماعية قبول مستوى الثقة قدرها كام؟ 95%. محل سؤال في الامتحان. طيب الموضوعية، يقصد بالموضوعية عدم التحيز، أي التزام الباحث باستخدام الأساليب العلمية الدقيقة، وذلك بإدراك الحقائق والوقائع التي تدعم وجهة نظره، كذلك الحقائق التي لا تتفق مع منطلقاته وتصوراته، فالنتيجة يجب أن تكون منطقية ومنسجمة مع الواقع ولا تناقضه، وعلى الباحث أن يتقبل ذلك ويعترف بالنتائج المستخلصة حتى لو كانت لا تتطابق مع تصوراته وتوقعاته. إمكانية تعميم النتائج، ده بيشير بشكل أساسي زي ما احنا قلنا إلى القدرة على الاستفادة من نتائج البحث التي تم التوصل إليها في منظمة معينة لتعميمها على منظمات أخرى مماثلة. كلما زادت القابلية لتعميم نتائج البحوث كلما زادت فائدتها، ومع ذلك فإن كثير من البحوث لا يمكن تعميم نتائجها على جميع المواقف والمنظمات. البساطة والاقتصاد، من المفضل اتباع البساطة في شرح الظاهرة أو المشكلة، كذلك في تنمية المقترحات التي توصل إليها الباحث، بتبقى بسيطة والمقترحات بتبقى سهلة. فتيجي وزارة الصحة مثلا تقدم بعض التعليمات للناس سهلة عن طريق رسوم وأشكال توضيحية، ما يعرفش يقرأ ويكتب أصلا وما يفهمش بشكل سريع، ده يقدر يحل المشكلة ويقدر يعرفها ويتعرف عليها ويبقى سهل السيطرة عليها. ده كده بشكل أساسي الفصل الثاني والفصل الأول والفصل الثالث، حاولنا إن احنا نقدم كده يعني قراءة لهذه الفصول واهتمام بشكل أساسي بمراجعة هذه الفصول وقراءتها قراءة جيدة قبل بدء في إجابة أسئلة بشكل أو بآخر. الامتحان بيبقى شكله 40 سؤال صح وغلط 20، واختياري بيبقى أيضا 20 جملة مباشرة كوبي بيست كده من الكتاب بتاعنا، مختصر مركز، نركز على التعريفات والاختلافات الجوهرية بين التعريفات والحاجات اللي فيها أرقام ديت، نبدأ نركز عليها ونشوف إيه الحاجات اللي هي العلم والمعرفة والبحوث الأساسية والتطبيقية والاختلافات اللي إحنا حاولنا إن إحنا نقولها في متن هذه المراجعة. بشكر حضراتكم كتير جدا، وبتمنى ليكم كل التوفيق والنجاح في الامتحان ده إن شاء الله، ونتجاوزه كلنا نجيب أعلى الدرجات، وفي الحياة بقى إن شاء الله العملية بتاعتنا المستقبلية. بتمنى في كل واحد فيكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله الناس تبقى في أحسن مستوى وفي أحسن يعني مناصب كده إن شاء الله في المستقبل. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.